في وسط ليا ما يخفاش عليا عليا ما يخفاش عليا. تعالى يا ابني المخفية. بقولك ايه؟ يعني انت والحر والقرف اللي انا فيه ده على انتوا التلاتة عايز ايه يا اخويا؟ قاطرني ليه؟ سيب القميص لا تقطعيه. اديني شفت القميص اتفضل. ها يا بنت. ها كنت عايز اعزمك على السينما. عايز تعزمني عليا روح امك؟ السينما يا بنت. تعالى يا ناس تعالى يا هو تعالى يا اخويا. شوف بيقول لي ايه؟ السينما دي تروح امك مع ابن الجيران، اختك مع ابن عمك، لكن عليا روح امك. لا 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 انا هسفلك في تراب المنطقه دي كلها. لا 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 حقيقي انت قليلة الادب وسافله. لم نفسك. لم نفسي يا ابني. ايوه لم نفسك يا ابن الكلب. يا ابن الكلب انا اللي لم نفسي. ايه ايه ورده في ايه؟ ايه ورده ايه يا ورده في ايه؟ في ايه ورده؟ الراجل الوسخ ده ماشي من الصبح قاطرني. اترك اوعى توعدني. اوعى شهادة للرئيس برعي. وهو يا شغالة عندك انت الرئيس برعي بتاعك ده؟ الرئيس برعي ده بتاعي؟ انت عدي كلام يا بنت ده؟ عدي يا اخويا ولعلمك بقى لو مش عاجبك اخبط دماغك في الحيط. طب انا هقول لك الكلام ده للرئيس برعي. يا لهوي خضتني يا اخويا خضتني قوي. طب لعلمك بقى طز فيك وفيه. يا نهار ابوك اسود. بدون انا؟ ده انت اللي نهار ابوك وامك واللي شدت لك اسود بالعرض. يا نهار ازرق يا اخي. الله مالكم انا راجل في ايه يا عم مرسي؟ تعال شوف اختك بتطول لسانها عليا وعلى الرئيس برعي. اتجننت يا بنت ولا ايه؟ انا خلاص فاض بيا ومش عايز حد يحك لي الترتيب من اخيري. يا بنت العلقه اللي انت عاملاها ده على الصبح. تعال شوف الرئيس برعي. البنت ورده لعنت فيك ولعنت فيا يا معلم. بقول لها عيب يا ورده ده الرئيس برعي. قالت لي طز فيك وطز في الرئيس برعي بتاعك. يا عم اهدى شويه انت جاي تسخنها وتولعها. معلش يا معلم برعي. انت قلت كده بت؟ ايوه قلت هتعمل ايه يا برعي؟ هتشنقني؟ برعي حد كده؟ خلاص بقى يا بنت في ايه؟ لمي نفسك شويه. معلش يا ريس برعي. استنى بس بت زي دي هتهزاني؟ بت بنت يا اخويا. لا يا عمر فوق يا حبيبي. احنا هنا كلنا اولاد تسعه كلنا شغالين عند الحاج يعني. يا بنت لمي نفسك بقى. اوعى بقى انت عايزه توصلي ليه؟ عايزه تخرب علينا؟ جرالك يا بنت؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت مفيش حد مالي عينك؟ ايوه مفيش حد مالي عيني يا برعي. مفيش حد مالي عيني. ازرق استهدي بالله انت ضايعه. حقك عليا يا معلم حقك عليا. اوعى ايدك اوعى. البنت دي مش عربي النهارده. طز فيك. ايه يا بنت اللي انت عملتيه ده؟ انت انخبلتي في نفوقك ولا ايه؟ انت عارفه ايه اللي عملتيه مع المعلم برعي؟ معلش يا حاج ابوس ايدك سامحها. يعني عجبك اللي هي هببته ده؟ وانا هببت ايه يا حاج؟ بصراحه بقى كده انا خلاص قرفت من الشغل هنا. بيت؟ اخرس يا بنت قطع لسانك. انا راضي حكمك يا حاج. اقعدي البنت دي هنا كوم واقعدي كوم تاني. ده كلام يا معلم برعي. بشندي لما حاجتك وعيالك وغوره من هنا. مالكوش شغل عندي هنا تاني. ايه
ايه يابا خير؟ الحاج قال لكم ايه يابا؟ اختكم خربت علينا. الله يهنكم يا عيال، يلا بينا. بتقول طردتهم يا حاج؟ ليه يا اخويا؟ ايه اللي حصل؟ وازاي البت دي تقول كده؟ هي البت دي مش امامها حد. بس بقولك يا بهيجة، مفيش داعي حد يعرف اللي حصلنا. يعني خليهم فمنهم لسه شغالين عندي. بس لو الولا فتحي بالذات سأل عن البت، بقول لو حصل يعني وسأل عليها قولي له ان انت لما بتعوزيها بتبعت لها. اي ماشي ماشي. طيب مع السلامه يا حاج. شوف وشك بخير يا حاج. كل شيء اسمه نصيب. مع السلامه. يعز علينا فراقك يا حاج. قلنا كل شيء اسمه نصيب يا حاج. خد دول. يدوم عزك يا حاج. السلام عليكم. بقول لك يا بشندي. نعم. في البطنيه هنا بعد كده مفيش لا سكن ولا شغل، مفهوم؟ اللي تؤمر بيه يا حاج. السلام عليكم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا بنت اهدي اهدي بقى وروقي. انا عايز افهم انت بتعيطي ليه؟ احنا مش متفقين على كل حاجة وانت مثلتي دور كويس. ايوه يا سي فتحي، بس انا صعبانة عليا قوي، بهدلت ابويا واخواتي. مين اللي قال بس انهم هيتبهدلوا؟ دول هيشتغلوا معايا. وانا هشتغل فين؟ هتشتغلي عندي برضه، بس مش هنا في المحل. امال فين؟ في البيت. هشتغل عندك ايه في البيت يا عمر؟ شغاله ولا ايه؟ شغاله؟ اخص عليك يا ورده، هو ده مقامك عندي برضه؟ انت هتبقي ست. صباح الفل يا باشا. ازيك يا فتح بيه؟ ازيك يا سالم؟ الحمد لله يا باشا تمام. امال البيت ورده فين؟ موجوده يا باشا. طيب ابعتها لي عشان عايزها تروح تشتري لي حاجه. عينيا يا باشا. حاله لا شيء عليك يا باشا. اللي جابه يا اخويا بدري قوي كده وعايز مني ايه؟ يا بنتي يا بنت، احنا مالنا؟ هو عايز منك ايه؟ احنا هنحاسبه. اجري يلا شوفي عايز ايه بسرعه. طيب امسك. طيب انا كل قهوه احسن بعدين تفوق. نعم يا سي فتحي. صباح الخير. بس كده؟ صباح الخير. طب تعالي انت واقف عند الباب ليه؟ تعالي خش. عايز ايه يا سي فتحي؟ خش. وحشتيني وحشتيني قوي. لحقت من امبارح وحشه؟ بطروده وسموده. امبارح ايه؟ ده امبارح واول وكل يوم وكل ساعه وكل دقيقه. يا بنت انا مش عارف ايه اللي جرالي. انت عملتي فيها ايه؟ انا يا اخويا ما عملتش حاجه فيك، انت اضرب روحك. مش المفروض برضو انت اللي تدري بيا؟ لا 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 لا، ما فيناش من مد العيد. يلا قول انت عاوز ايه، عندي شغل كتير. عايز اشوفك. يو ده ايه اصله ده؟ من قدامك اهو. لا يا بنت، عايز اشوفك بره. يا لهوي. لا يا اخويا انا ملياش في الكلام ده. الكلام ده تعمله مع النسوان اللي انت داير معاهم، لكن انا لا. يا بنت انا بحبك. ها اشوفك امتى؟ بعينك. انا قلت لك انا ملياش في الحاجات دي. انا مش فاهم يا ورده، انا مش فاهم انت بتعذبيني كده ليه. انا ولا عارف اذاكر ولا عارف انام ولا عارف اعمل اي حاجه، ولو سقطت السنه دي هبقى سقطت بسببك. طب ما انت طول عمرك بتسقط، كنت انا برضو السبب. عندك حق، بس الكلام ده قبل ما حبك يتمكن من قلبي. جرايه يا فتحي، انت يا اخويا هتعملهم عليا ولا ايه؟ مش مصدقاني؟ مش مصدقك. انت ورده، ورده
سالم، عايزة تعمل لي كوباية شاي لأحسن دماغي هتفجر. عند سي فتحي فوق. إيه؟ سي فتحي جه؟ آه. إمتى؟ ده من يجي 10 دقايق كده. أختك عندك؟ القهوة فارت. استني بس واسمعيني يا حبيبتي. حبيبتي الاسطوانات دي ما بتخش عليا، حبيبتي عمري روح قلبي. يا بنت اسمعي الكلام اللي هقوله لك. اسمع انت بقى يا سي فتحي، انا اسمي يا اخويا ورده، وهفضل طول عمري ورده مفتحه، ما حدش هيدبلني ابدا. الاسطوانه دي بقى يا اخويا تقولها للنسوان اللي بره، يعني بمعنى اصح تدبلهم، لكن انا لا. اعمل لك شيء يا سي فتحي. كنت فوق عنده تعمل ايه يا بنت؟ تكون بعمل ايه؟ كان عايز مني شاي. شاي؟ شاي كل قاعد دي عشان يقول لي تعمل لي شاي. طابت كنت كمان بوضب له المكتب في حياتي بقى. وهو ايه اللي عاده في مكتب ابوه؟ هو انا ايش عرفني يا اخويا؟ اطلع اساله اقول له ايه اللي ما عادك في مكتب ابوه؟ فجأة يا حاج انت دافره زي البرودك ده لابت وين عايزه ايه؟ فين ابني يا حاج؟ وده ابني فين؟ ابنك ده ايه؟ لو انت كنت اتجوزتي. ايوه اتجوزت ابنك على صورة الله ورسوله، والواد اللي انت خطفته ده ابنه عشان تحرق قلبي. ابنك يا حاج ابوس ايدك، بلاش ابني ابوس ايدك، قول لي يا اكرم جه ابني، انا هعمل اللي انت عايزه. براي شوف ايه العالم الزباله دي؟ ايه الهفاطه اللي انت بتقوليها ده بيت؟ انت جايه من اي مصيبه؟ بقى عدم المؤاخذه يا حاج، اصل ورده اخت يعني ايه؟ صراحه بقى يا حاج عيب اللي انتوا عملتوه مع اختي ده. عيب؟ انت بتقول قدامي على عيب؟ ارمي الزباله دول بره. بقول لك ايه يا حاج؟ من الاخر كده احنا مش هنخرج من هنا غير لما ناخد حق اختي. انتوا مالكوش عندي حقوق وغور مخلقتي. عدم المؤاخذه يا حاج، هو فتحي بيه ما قالكش انه جوز ورده اختي؟ قال لي بسلامته زي حضرتك كده جالي عشان يفرحني، وانا من طيبة قلبي قلت له ماله الخيرة فيما اختاره الله، هات الهانم مراتك وابنها يعيشوا هنا في حضني، ادي اللي حصل. وجاي البنت دلوقتي ترمي بلاها عليا وتقول ابني فين؟ انت كذاب، انت كذاب، انت اللي خطفت ابني. فوق يا بنت، فوق. شوف الكلام مين ده؟ سيدك وسيد ابوك وسيدك كله وفوق راسنا من فوق يا زبور، الله يكرمك. طبعا يا اخويا تلاقيك طبختها معاه، تلاقي رجالتك هم اللي خطف ابني وحرقوا شكل الكوز يا ابن الكلب. لا وحياة امك انت زودتيها قوي يا بنت، مش عندي المهم من الحياة. لا زبور عيب بقى، لحد هنا وعيب يا اخي، ده احنا نسائي. لا تسيب فاضل حق، الجرابيع دول بقوا نسيبنا. استنى يا برعي، استنى دلوقتي، في الاهم من الغلفاطه دي، في حفيدي ابن ابني اللي انا مستنيه طول عمري بتمناه من ربنا. البنت دي دلوقتي جايه تقول انها ضيعته، ولا انت بتهلفطي باي كلمتين علشان تاخدي مننا قرشين؟ لا فوقي، انا هروح الاسم واعمل بلاغ ضدك انك ضيعت حفيدي، وشوف الاسم هيعملوا فيك ايه. بقى انت راجل انت تعرف ربنا يا شيخ؟ حرام عليك، ده انت عندك ولاية، هتروح من ربنا فين يا كافر؟ كفاية عليهم كده يا حاج، ارموا الزبالة دي برا. ارموا زبالة مين؟ بس عدوه بس عدوه هلو يا حلو يا حلو يا حلو يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب. برا حاجة باش هندي. مش كده يا وردة يا بنتي، برضو اعملي اعتبار للناس دول. لا يا أبا، اللي بتقوله ورد اختي هو الصح. ما تخليك مع ده خير وما تشعللاش، ما تتكلم هريدي. اتكلم اقول ايه؟ اقول ايه بس يا رزبور؟ انتوا خليتوا فيها كلام، صراحه ربنا بقى انتوا ظلمتوا اختي جامد قوي. وكده فاكراني هقعد حط ايدي على خدي عيني واعيط بعد اللي عملوه فيا؟ هم انتوا لسه شفتوا مني حاجه؟ بقول لك يا ولد تعالى هنا، روح للي مشغلك وقول له مش ورده يتعمل فيها كده وتسكت، انا هحرق قلبكم زي ما حرقتوا قلبي يا ولد الكلب. شايف بنتك بتعمل ايه يا باشا هندي؟ انتوا اللي خدتوها لحم ورميتوها عظم يا ريس برعي. محدش خدها، هي راحت بمزاجها وعلى يدكم. لا يا حبيبي،
هو اللي كان بيجري ورايا زي الكلب وكان بيلحس تراب رجلي عشان اتجوزه. لا يا ورده، انت اللي بصيتي لفوق قوي. بتحسب ان العقاد هيسلم ويرفع ايده بعد ما خطفت ابنه وجوزتيه؟ لا يا عمر، كلنا يا اخويا ولاد تسعه، على الاقل بقى احنا ناس اشراف ما بنتاجرش في الحشيش يا اخويا. لا لا لا، اهو ده بقى الكلام اللي زعل، والكلام ده بعتني الحاج مخصوص عشان اقطعه. طب قطع رقبتك على رقبته. جرى يا ولد، انت جاي تحرق دمي؟ وريني يا حبيبي عرض قفاك، وروح قول بقى للمعلم اللي مشغلك ان ورده ما بتخافش غير من اللي خلقها. سمعت اللي قالته لك يا برعي؟ بقى انا جاي اعمل خير، تقوم تبهدلوني البهدله دي؟ انت جاي تعمل خير يا غراب البين؟ تلاقيك انت يا اخويا اللي قعدت على ودانه وقومته علينا. ما انا عارفاك طول عمرك ندلي وسخ. انا عموما عملت اللي عليا. ماشي يا حبيبي، مش عملت اللي عليك يلا طرقنا. يا جماعه الراجل جاي يسعى في الخير. اسكت انت يابا، ده عامل زي ابليس. ده لو ابليس اهتدى ورجع عن طريقه ده عمره ما هيهتدي. يلا 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 وريني عرض كتافك. يلا حبيبي وريني عرض كتافك زي ما قالت لك. يلا بالسلامه.